انا اليوم مع اللي شفته، انا اقول لو لعبت تونس راح تفوز الجزائر، الجزائر هي اللي راح تحصل على البطوله. عبد الله الشيباني، وهذه امانه من الاتحاد الجزائري، بلغوها لي، قالوا لي الشيباني اصبح جزائري واكرموك بقميص للمنتخب الجزائري. اتشرف انا بهذا القميص، يعتبروك وسلم لنا على الاخوان جميعا في الاتحاد الجزائري. اسمه عبد الله الشيباني. الله بحب شاطك. انا عليك، انا عليك يا حبيبي. الله يخليك، تسلم الجميع ان شاء الله. عبد الله شيل هاي، ايوه لا شيل الكارت تاج تاج تاج، ايوه 10 سنوات. ايوه طبعا نشكر الاخوان في الاتحاد الجزائري. الاسم بقى الاسم، وهذه مش غريبه عليهم. بعد عن اسمك، ايوه بعد لا رسميا عبد الله الشيباني يشجع الجزائر بكره رسميا. اصبح عضو في المنتخب الجزائري. خالد شوف، انت ممكن تتراجع عن كلامك في حاله بس انهم لا لا خالد شوف، هم ما حطوا الدكتور. شوف شوف التونس حيزعلوا مني. يعني انت لو قلت لي انا ما اقول لك الجزائر فقط، ترى احنا تعرفنا عاطفيين. نعم نعم كعرب، وعقيدتنا هي عاطفيه صح، فمحبتنا لاخواننا العرب، ونتكلم مش بس كعروبه، كعقيده اسلاميه نتكلم. بارك الله فيك. بس انا محبتنا للجميع. عبد الله نلغي المليون. انت اول مره اعرف ان في عقيده اسمها عقيده عاطفية. العاطفه. بارك الله فيك. لا لا ما قلت انا عقيده، قلت عقيدتنا الاسلاميه يا خالد. عقيدتنا عقيدتنا الاسلاميه. بس لكن قال احنا عاطفيين. ايوه مسمينه البروفيسور، يستاهل يعني اعلى من الدكتور. اعلى من الدكتور في تونس مسمينه ايه؟ شكرا وما قصرت انت واخواننا في الجزائر، بيض الله وجهك. مسمينه شو مسمينه؟ ونتمنى لكم ونتمنى لاخواننا في تونس كل التوفيق في مباراه الغد. بالعكس بالعكس بالعكس، وانا مثلك. ايش نعمل، نلغي المريول التونسي باش نجيبوا له جول؟ شوف انا بقول لك عبد الله، اكيد لا لا بقول لك بس بقول لك بس لا لا بس كلمه حق حكيم بعدين. حكيم شوف انا هم بقول لك شيء. خالد شو اسمه هو؟ خالد مريول. خالد التواصل بيقول لك مريول. خالد بيقول لك مريول. انت بس بقول لك انا مريول حق النسوان. حكيم شوف انا ايش قلت لك؟ قلت لك من شفت معاهم، شفت معاهم منظر الكبير ابو قره. شوف بس انت اسمع اسمع، شفت معاهم ابو قره وشفت معاهم كمان رفيق صيفي. خلاص فبطولة العالم رفيق صيفي لازم يكون في الجهاز الإداري، في الجهاز الفني، في أي مكان حطه. ولفيق يستحق هذا المكان بفضل كل ما قدمه للكرة الجزائرية. نعم من نجوم الكرة الجزائرية. فيمكن يحلم حاجة النهاردة. أنا عندي سؤال عبد الله. لا اسمع، التيشيرت مش نجيبوه مجلس ما ينام يتفهمنا فيه. أنا وياك هذه أمانة كذلك كلفت بها من طرف الاتحاد الجزائري وعلى رأسه السيد شرف الدين عمارة. أراد أن يتقاسم هذا البلد الشقيق فرحته بعيد الوطني، وهدية منه رمزية تذكارية ليك أنت أبو جاسم. بارك الله فيك. بارك الله فيك الخليفي، وهي تتمثل كذلك في قميص المنتخب. السلام مشكور، الله يبارك فيك. هذا ما شاء الله الاسم يطلع حلو. أشكرك. اشكرك اشكرك على هذا. جاسم اقلبها بالعكس، الاسم هذا الاسم بالعكس. الله اكبر. رقم 10 المنتخب الجزائري. التوفيق للجزائر. عشان كده بقول لك تونس 2-1. تونس هتكسب بكره صراحه. خلاص خلاص تونس 2-1. شرفتوني في هذا التيشيرت حقيقه، تشرفت. تستاهلون اكثر. اي والله شرف لي. شكرا. ده عندك انت جزائر بحسه، ده بحساباتك. ميديم ها؟ يا سلام ميديا 100 100. عارفين 100 100. بقول لك الماتش الساعه 6، حاول تلحق قبل 6 يمكن. تعرف اني انا لحد الان اشوف كل مباريات المنتخب الجزائري من البيت تركيز، وعشان فيه كذلك مايكل 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 مايكل. حكيم شكرا على الهديه الحلوه. والله انتم تستاهلون اكثر. وعلى فكره اجمل اجمل هديه بالنسبه لي والله وجودكم كلكم معنا. الله يبارك فيك. هذه الجمعه الطيبه احلى هديه بالنسبه لنا. طيب زين توقعت قالك متعادل توقع قالك الرقم مشغول التونسيين قالك الرقم مشغول رانا نطلبوا ولقينا الرقم مشغول لان في اتصالات كثيره جات الحمد لله من تونس ومن الجزائر. على الاقل ما سوى شيء هذا، لكن الجزائري المفروض يعطي كل الوطن العربي، فالجزائر ما تحرم العرب. فادينا منتخب
تعطيت ثلاثة وخليته. وش أنا اللي أعطيت؟ هذا الاتحاد. حتى الاتحاد الاتحاد الجزائري بيخلي العرب الآخرين يعطي. ما إحنا ما نسوي بقى خلاص إحنا ما نسوي. مناسبة الجاية مناسبة الجاية. شوف تونس ما أعطت هذه يا لواس. يا لواس أنت تكلمت أنا نجاوبك هذه أمانة كلفت بها. انا ان شاء الله انا ان شاء الله كل زملائي كلهم بعطيهم كلهم خلي واحد اعطي واحد رغبتهم المهم يشتغلوا وينجحوا والله دي هديه ساهدي هديه شخصيه انت قول من عندك مش من عند الاتحاد من عندي ولكن أيوة هذا لا قلت الاتحاد بيعطي الجميع لا هذا من عند الاتحاد انا مش متحكم في الاتحاد والله. انا بلغوني امانه والاتحاد بيكتب اسماء بس الحين سؤال احنا مش متفقين لا 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 الدكتور قال الاتحاد الاتحاد كذلك انت متفق ان الدكتور يمثلكم كلكم احمد عبد الله الشيباني نعم نعم كل واحد يمثلنا لكن والله هذا تعودت على العرب لما يكرم يكرم الجميع والله ادهش خلي واحد ويعطي واحد والله ادهشني ما مكتوب اسماء من عنده هو والله ادهشني بهذا لحظه الحين كابتن اسامه يقول انا كنت انتظر الهديه والله كنت انتظرها انا لا لا وانت لا ماشي كيف كلنا لا ماشي كيف عبد الله الشيباني وكلنا اسامه وكلنا نادر وكلنا الاتحاد المغربي بيقلي خالد وكلنا جوزة الناس كله لا لا الجزائري اول اول حتى الاخرين والجزائر بكل كلام الجميع هذه تاخذها الجزائر محاربين وعلى راسي عيب عيب لا عليها اسم لا عبد الله الشيباني واسامه الشيخ واسامه الشيخ اسامه الشيباني الهديه لا تختار ولا دخل احد في الهديه انا نسكنوني مهمه انت هذا الكلام هذا ما كانش في مكانه يا رواس كما كان ما كانش في مكانه الناس هدات هديه لازم تحترم الشيء ما عندك دخل انت تقول هذا اهدي هذا لا لا اسمح لي عندك دخل لا لا اسمح لي هذه مش ما عندك دخل اوكي لا لا ما دام في مكان عام بكل احترامي ما عندك لا لا اسمح لي ما دام مكان عام ونحن عرب ونعرف الكرم يا اخي كم يوم جابوا لك فانيلا ما تكلمت ايه. وعلى حتى يعني اذا قلت فانيلا بتنجيني يعني انت اعطيتني فانيلا يعني اسكت لا يا اسكت عن الحق يا جماعه عيب الكلام اللي اخي تقوله انت لا مو عيب انت لك تنقص انت لك تنقص من قيمه الاتحاد الجزائري ليه لا 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 ليه انت واحد لهم شهر ما تدخلش الاتحاد الجزائري الموضوع بسيط انت تقول انا اعتذر وانتهى الموضوع ما اسمح لك تجي تجيله اعتذر اعتذر لا لا ما اعتذر انت ما تعرفش تشعل في فتيل النار بين الناس حكيم احلى تشرف يا حكيم بارك الله فيك حكيم لو سمحت عيب الكلام هذا عيب لا حكيم يا حكيم حكيم عبد الله الشيباني لو سمحت يلا قول انت ارجوك خلاص لان انا لا لا انا عارف ليه لا اسمح عبد الله شوف يا احمد الرواس ختام الموضوع عندي انا ترى رايح كنت بسكبر حلقه بكره وراي دوام الظهر بس بقول لك شغله جاك واحد من الشعب الجزائري وبالنسبه لي انا فرحت يمكن حتى اكثر من فرحه التيشيرت اللي عندي اللي هو عكاشه من الشعب الجزائر وهداك تيشيرت خاص من بد الناس كلهم فهذا يا احمد وكانه عن الاتحاد الجزائري والرياضيين الجزائريين والشعب الجزائري هذا اللي عندك وكان هالهديه لنا ايضا والله شكرا شكرا سمحت قال لك احمد مثل ما تحب لنفسك وصل لاخيك احمد هذا قاعده اسلاميه احمد 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 التيشيرت اللي جاك وكأننا جانا كلنا صحيح احنا اليوم على فكرة للعلم ترى في النهاية عكاشة ترى من الناس اللي احنا وايد نحترمهم وقدرهم وانا احبها يا اخي واحبها اي عربي افهمني عندي كلهم سواسية افهمني الله يسلمك خلاص يوم انهم سواسية اعتبر هذا التيشيرت من الاتحاد على راسي بارك الله مع المحاربين يعني وانا محارب بس ولكن المحارب يتكلم الحق شكرا لك يوم الجميع احنا المحاربين اسامة الشيخ ما اعرفت يا احمد اسامة الشيخ ما قال حق عكاشة انت بس جبت حق احمد ما جبت لنا لا انا ما قلت خلاص احمد الرواس الله يسلمك
جمهور يعني دي جايزه رياضيه وانت بتمثلنا احنا خمسه كملوا بموجود ايجابيه احنا مسامحين احمد اذا انا مثل لكم الحق للجميع لا اعتذر احمد اقول لكم واحد اعتذر وطن عربي واحد لازم تعتذر على حدود الجزائر تونس بتيشيرت من غير تيشيرت احنا اخوان والبطوله كانت على خير شوف شوف خلاص حكيم يا حكيم انت حكيم ليش هديتك ما تتكلمش حكيم ما تحرجش هذا احراج ليش ليش بس على حكيم لو سمحت حكيم لو سمحتوا خلونا هادين واحنا مبسوطين وخلونا نكمل فرحتنا في هذه الجمعة الطيبة لا تخربون علينا جونا رجاءً يا أخي أنت عطني كم مكالمة بعد تهدي الجو لا تهدينا شوية مكالمة الضيوف نادر السيد عبد الله عبد الله الشيبان رجاءً شكراً لك تفضل يا صال حياكم الله مشكورين ما قصرتوا مع السلامة يلا خالد ايش تعطي حكيم بعد حبيبي بعد الشوري بعد خراب مالطا ليه ما عندنا شيء خراب اعتذر بس هذا المكان ندخل فيه ما عندي خراب حكيم اعتذر يا رواس حكيم انت حكيم انا حكيم اعتذر لا غلطت يا اخي غلطت يعني إذا ما اعتذرتش أنك غلط يعني أنت إنسان بعض الأحيان يعني وعيك ما يجي حاجات لأن الأمر هذا شوف نفهمك حاجة حكيم سمحني لو سمحني نفهمك حاجة الهدية هذه أنت ما تقدرش ترغم أي إنسان الناس اختارت أول مرة نسمع على أمور أنا أول مرة الناس اختارتك مشجع اختارك تمثل كامل الناس المجلس أنا أول مرة أسمع الصراحة يعني تقول ليش ما عطوش أنت وش معناتها انك تفتن بين هذو الناس كأننا يا اخي لا 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 على الهواء خالد انت عم ترجع الهوش من جديد يا رواز خلاص انتهى الموضوع عيب الكلام هذا شوف هو شوف حبيبي خالد يا حكيم انا ما بنطقش انا حبيبي في وجهك نقول لك كل شيء عيب الكلام اللي قلته رواز موضوع اقل من انه يا رواز الحين متصل لما اتصلوا وش قالوا؟ قالوا مجلس يعني اللي جمع العرب وهذا المفروض انك تكتب الكلام هذا نحن وحنا نحن جمعنا العرب نحن فت العرب ممكن نحن جمعنا العرب ما قلنا شيء الحين احنا لا ما يفتن ما يفتن عايز اسال طارق بس على حاجه لانه هو عقب على كلام